عندنا مشكلة تتلخص في إنه الشارع هنا عندنا إحنا دائما في أزمة سير يعني كبيرة، وفيش عندنا اللي هي كده كلها فيش عندنا مطب، يعني سيارات كماشي بسرعة كبيرة، وإحنا يعني واحد بيقطع الشارع من هاي الجهة لهاي الجهة بواجه معاناة كبيرة، حوادث شبه أسبوعية بتصير بهذا الشارع. يعني آخرها امبارح صار حادث هون، سيارة راكنة على اليمين ضربت فيها سيارة تانية واقفة، ويعني أكثر مرة حاولنا إنه زي هيك ننسق مع البلدية مع الشرطة، حكينا لهم ما حدا رد علينا. احنا كل اللي مطلوب يحطوا لنا مطب في الشارع، احنا ما مش في امكاننا ان احنا نوقف كل سياره كله خفف سرعتك. يعني انا امبارح شارع فاضي فيش الا سياره واحده ماركه وبعيده، عبين ما قطعت الشارع راح ما يدهسني وبقول لي ليش تقطع الشارع باي حق. احنا يعني بنطالب انه يكون في اكل شيء يعني مطب هون، الا في اطفال صغار بيحاولوا يقطعوا الشارع. هي صحيح منطقه حيويه لكن المشكله فيها تكمن انه في سكان، يعني منطقه حيويه وفيها سكان، يعني واحد بيقطع من هاي الجهه لهي الجهه بيعرفش. مشكلتنا هون ببساطه شديده احنا بدنا مطبات هون. ليش؟ لانه هذا الشارع في مدارس هون، مدرسه راسم كمال كلها اولاد صغار من الصف الاول للصف الثالث، في مدرسه زنوبيا من الرابع للصف العاشر، هذا الشارع بيمشوا فيه طلاب كثير. ايه شارع جامعه القدس المفتوحه، هيو هذا الشارع شارع جامعة القدس مفتوحة، في طلاب كثير هنا. وقت الظهر بعدين أزمة سير هنا، وقت الظهر الطلاب صغار بيبكوا ماشيين كذا، يا ما حوادث صارت هون، يا ما حوادث سيارات، حوادث دهس أطفال، ومنهم بنتي واحد اندهست يعني هنا في هذا الشارع. اثنين السيارات بيبكوا ماشيين، ثلاثة هذا شارع عمومي وتبعين العمومي هذول لا ببر ولا بجو، هذا الواحد منهم بده يلحق دور مزبوط ولا لا، فبيبكوا ماشيين مسرعين. راحوا وين؟ أجوا حطوا لي عند الكدس المفتوحة حطوا مطب. طب احنا شو بدنا بالكدس المفتوحة؟ كبار وطلاب جامعات هذا لا بيقدر يقطعوا الشارع. طب والأولاد الصغار اللي دورهم في هاي العمارة وفي هذيك العمارة وفي هذيك العمارة وفي هاي العمارة اللي دورهم هذول هنا كيف بدهم يقطعوا الشارع مزبوط ولا لا؟ اذا احنا بحاجه لمطبات. وسابقا كتبنا كتاب لمدير الشرطه، وهي الكتاب هيو ها هاي الكتاب كتبنا لمدير الشرطه وديناه للمحافظ وديناه لدائره السير وديناه للبلديه، وقعنا كل اهل الحاره عليه، هيو الكتاب ها وقعنا كل اهل الحاره عليه على اساس يعملوا لنا مطبات. لا ردوا ولا صدوا ولا حدا سال ولا حدا، هيو كل اهل الحاره كلهم موقعين على الكتاب ها جايب عليه، وإن شاء الله إنهم يعني بنظروا لهالموضوع وبيعملوا لنا هنا على القليل يعني مطبين ثلاثة هنا بعض الشارع زي اللي عملوه عند القدس المفتوحة. شارع جامعة القدس المفتوحة منطالب إنه وضع مطبات على مدخل العمارة أقل ما فيها، لأنه إحنا على الأقل موسم مدارس أولادنا كلهم بيضطروا يقطعوا الشارع عشان يروحوا عن مدارس، يا إما بدهم يكون الأهالي واقفين وأغلب الأهالي موظفين وبيطلعوا قبل أولادهم أو بيرجعوا بعد أولادهم، بدك تكون مأمنة على حدا إنه يقطع ابنك الشارع. بعدين احنا يعني زي ما حكى الاستاذ يعني جامعه القدس المفتوحه حطوا لها مطب، مين اولى الاطفال ولا طلاب الجامعه؟ لا والله انا ابني هاي الدكان باب الدار ما بقدر يطلع يشتري منها لانه فيش امان عليهم بالسيارات، حتى احنا الكبار صعب نقطع الشوارع، لا في ممر مشاه محطوط عشان انا اعلم ابني يقطع من ممر المشاه ولا في مطب. يعني انا لما بده يطلع ابني بده يكون على اعصاب انه طلع ورجع بامان ولا لا، او بدي اضطر انا اطلع اقطع الشارع، وهذا حكي مش صح. يعني وين انه على الاقل انها بيكون في دراسه موضوعيه انه وين احنا من مكان نامن فيه اطفالنا ونامن عليهم يقطعوا الشارع، هم رايحين وجايين على مدارسهم اقل ما فيها. والشاحنات كمان كبيره بتيجي على الشوارع، يعني حتى احنا الكبار صعب نقطع الشوارع. سوري مشان عشان في طلاب جامعه هنا فيها ازمه سير كثير يعني قويه، لازم يكون في مطب مشان يخفف السرعه الواحد. البلديه عندها اليه في فحص ودراسه المطبات، احنا طلبات المطبات بتتقدم للجنه الطرق، لجنه الطرق بتناقشها وبتحدد اهميتها. اليوم احنا في عندنا نوعيه جديده من المطبات، مطبات مش تلفوت، مطبات ما بتأذي السيارات، منها مطبات وممرات مشاه. طبعا احنا مقابل المفترقات الخطره بنحط مطبات. مش ممكن طبعا نستجيب لجميع الطلبات اللي بدها مطبات في البلد، لانه احنا راح ناثر هيك على حركه المرور، راح ناثر على الهيئه العامه في البلد. طلب الاخوه المواطنين اذا كان قدم للبلديه، لان ما مر لحد الان علي انت بتقولي انه قدم للشرطه، اذا كان قدم للبلديه سيتم دراسته في ضمن هذا الاطار ضمن لجنه الطرق ومن ثم ضمن لجنه السير، ومن ثم يتم اتخاذ القرار المناسب فيه. اذا كان بحاجه يوضع مطب، اذا لم يكن بحاجه ورأت اللجنه ورأت لجنه السير انه ليس هناك حاجه
لوضع مطب في تلك المنطقة لن يتم وضع مطب. عملية دراسة المطبات بتتم بحذر شديد وبدقة شديدة، لأنه لا مش راح نفتح الأمور على عواهنها لمثل هيك يعني طلبات، لأنه إذا فتحناها سوف تؤثر على المشهد العام بأكمله للمدينة.